مشروع بدأ بفكرة، مبادرة نسائية لبيع الأغراض والمقتنيات وتسويق منتجات السيدات يلي هي من شغل إيدن. عن شو عم نحكي؟ عن سوق الخريف لشغل الإيد يلي أقيم بمشروع دمار بكنيسة القديسين مار بطرس وبولس. فكرة السوق نشأت لإيصال المنتج من المنتج أو المنتج للمستهلك، فكان إنه إعادة تدوير الأقمشة بدها أسواق، فبدت هيك بعدين اتطورت إنه أي شيء شغل إيد، المهم إنه الست اللي قاعدة ببيتها عم تشتغل تقدر تلاقي فرصة بيع لمنتجها. في عنا شيلات، في عنا كفوف، في عنا كالكول يمكن بيسموه هيدا، بيلبسوه بالشتاء فهو كتير بيدفي، وفي كفوف وطواقي وفي كتير اشياء حلوة. في مثلا هيدي جايبة مثلا متعلقيها بالحمام بتحطي فيها سيشوار، اشيائك شو بتحبي تحطي فيها فيك تحطي فيها. عندي شغلات منتجات الضيعة، عم نفرجي العالم شو هي منتجات الضيعة، شو اللي نحنا منساوي بالضيعة. في اشياء كتير الناس عم تتفاجأ فيها هون، مثلا زيت الخريج. هون ما حدا بيعرف شو هو زيت الخريج. زيت الخريج هو عبارة عن قطفنا الزيتون منسلقه، له طريقة بالسلق خاصة فيه، منحطه منخمره 3 أيام، منرجع منفرده بالشمس لحتى تنشف ميته، وبعدين مناخده على المعصرة، بيطلع شيء كتير رائع وهيك لون مميز. تقيلي بيجي أتقل من الزيت العادي صح؟ أتقل من الزيت العادي، لون وطعمة وريحة مختلف عن الزيت العادي. في هون هيك بيبات السلق. بيبات السلق هي مشهور فيها الساحل السوري. هي عبارة عن برغل محشي بقلبه سلق مع بصل مع شوية بهارات وزيت، منسلقه بالماء ومنقيمه هيك، في له صوص خاص فيه. عندنا أقمشي نحن للديكور المنزلي، عندنا لوحات من النباتات المجففة، أنا كمان مشاركة من لوحات من القماش، الكولاج القماش، وفي صبية كمان هونيكي، في سلك وفي خشبيات، وفي كمان الخزران صواني، وفي كروشيه عندنا طولتين كمان كبار، وفي 6 صبية كمان عم تشتغل بالديكور قطع خشبيات. جو حمل طابع اجتماعي جمع بين الألفة والمحبة ضمن فعاليات شاركت فيها سيدات سوريات من مختلف المحافظات ليأكدوا أنهم بيقدروا يعملوا شيء مهم من أشياء بسيطة موجودة ضمن حياتهم، وليثبتوا للكل إنه نحن منقدر نوصل لأي هدف نرسمه بشوية إصرار وإرادة.